المباراة كانت مهمة جدا بالنسبة لنا ونحن سعداء جدا بالفوز اليوم. ليس من السهل الحضور هنا وتقديم نتائج جيدة لأن أرضية الملعب ليست بجيدة، ونحن سعداء للعودة بالفوز إلى الرياض. هل أنت سعيد في الهلال؟ وماذا إذا قدم لك عرضا أوروبيا؟ هل ستغادر؟ أنا سعيد جدا هنا، والجماهير والنادي قدموا لي حبا كبيرا وأنوي البقاء هنا طويلا.